ستار ستار ستار. هذه الحلقة برعاية جروب أبو إسماعيل للإنتاج الفني الإعلامي لإصدار الميمز الجديدة. فلو أنتوا مش جزء في الجروب هتلاقوا رابط الجروب تحت. لو أنتوا عايزين يبص على ميم من الفيديوهات بتاعتكم من الميمز بتاعتكم، ليش أنا مسطول شوية، لكن لو عايزين نشوف الميمز اللي أنتوا بتعملوها، الميمز اللي جامدة جدا وكل بساطة بس هقرا الميم كده وأحطه بالفيديو ده أو ده شيء أنتوا بتحبوه، روحوا على الرابط الموجود تحت وانضموا في الجروب عشان فيه ميمز. تمام اعزائي المشاهدين، في الاسبوع اللي فات نزل الفيديو بتاع نتفليكس، وزي ما توقعت انا قلت هيجي ميمز كتير على الفيديو ده وحصل. فانا يعني عدى كام يوم، عدى 3 ايام تقريبا من ساعه لما نزل الفيديو. خلينا نشوف الميمز اللي سخنه في الجروب دلوقتي، وانا اتوقع ان لسه هيكون من اعلى الميمز اللي موجوده هي الميمز اللي كانت تابعة للفيديو ده. وايوه ده هيكون الستايل بتاعي بعد كده في الفيديوهات بتاعت الميمز. ايوه من محمود سعد ابو اسماعيل، الايام دي جيم اوف ثرونز مبروك جالك قلق، يا يو نو وات ات از، ده فيديو انا لسه منزله من ساعتين. فيعني ابو اسماعيل، المتابعين شايفين الكومنتات بتاعت الفيديوهات مفيده وبتدعمني ازاي؟ المتابعين امال ايه الحته الضلمه اللي هناك دي يا ابو اسماعيل؟ ابو اسماعيل دي الكومنتات اللي بتقول احلى اسك. اهو ده ميم حلو، ده ميم حلو. يعني انا توقعت ده، شكرا يا مصطفى حمدي. ايوه شكرا يا مصطفى حمدي. انا توقعت ان الموضوع هيبان مؤخرا، وانا يعني تحدثت مع ده مع الادمنز ان في قبول لميمز كتير، وفي ناس بعد تكتب ان لا مش عايزين ميمز كتير، عايزين الميمز اللي سخنه جدا. وانا بقول للناس ان ده ميم حلو، ده ميم سخن. وفي مش فاكر مين الشاب اللي عمل بوست، بس واحد عمل بوست وبس. خلينا اقول بس ملاحظه جانبيه كده، انا عاجبني قد ايه ان في ناس باشنت جدا على الميمز في الجروب عندي، فشكرا. بس في واحد عمل بوست اللي هو بيقول ان الميم مش هينفع بس يكون ميم اللي هو مجرد صوره كده هو عليها شويه كلام وكام تعليق، لا لازم يكون في فكره. فحييه وحيي الناس اللي فعلا بتتعب على الميم. فخلينا نكمل. اللغه الابو اسماعيليه، فيديو على من غير مونتاج على نتفليكس، فيديو في القناه الاصليه على نتفليكس. الترجمة بليز شغلوني معاكم. انا توقعت ان في ناس هتاخد الموضوع من الناحية دي، بس لا، هي الفكرة ان انا كنت عايز احكي القصة دي، وقلت ما دام هنزل الفيديو ده مش غلط ان بعديها بيوم ولا حاجة اقوم منزل فيديو على القناة من غير مونتاج اللي هو ليه دعوة بنفس الموضوع كده. هو يعني شغل يوتيوب. شكرا يا احمد الهلباوي، اوسخ فيلنز في التاريخ. انا بعشق الميم ده، او ده ميم كلاسي اللي هو مش محتاج كلام كتير على الصوره شويه، بس كومنت لصغنون كده اهو اند يو جيت ذا ايديا. استاذ احمد بديهي، انا اسف لو قلت اسمه غلط. من محمود شريف، اللي في الجروب تعمل ميم حلو تكتب على الطمب ده. ده اللي انا بقوله، ده اللي الناس بدات تزهق منه. وشوفوا على يعني على الميم ده اللي هو بيتريق على الناس اللي بتعمل معظم الميمز بتاعتها على الحوار ده اللي انا عامله، 528 لايك. فيعني اوكي، انا بقولش ان الطمب ده وحش، انا مش فاهم ايه كلمه طمب دي، بس قشطه. ما بقولش ان هو وحش، بس بقول ان هو استهلك كتير، فممكن نهدى شويه، ممكن في المستقبل يطلع حاجه احسن منه. بس لا، ميم جود ميم. اوه ذات ساد. احمد خالد امام، لما يكون صحابك خارجين مع بنات تقولهم طب ما تظبطوني معاكم. عدى سنتين محدش كلم. نايس. طبعا الناس اللي اتفرجوا على الفيديو بتاع نتفليكس هم اللي هيفهموا الريفرنسز ده، بس فيري جود. من احمد خالد، انا بعشق الميم ده، لان اكتر من مره انا عملت الموضوع ده. بادي كاب، الترجمه اتنين ظباط صحاب يعني بيمشوا مع بعض. ما اصل يعني هتشرحها ازاي؟ لو انت عايز تقول لحد فيلم بادي كاب او فيلم كوميدي، يعني بادي كاب كوميدي، هتترجم بالعربي ازاي؟ هو اتنين ظباط صحاب بيمشوا مع بعض وبتاع. فيري سمبل جايز. انا في ميم عايز اجيبه، ده اخد كميه لايكات مش طبيعيه. ايوه يا نهار اسود. من الاستاذ الميم لورد عبد الرحمن معتصم، عندما يظهر مشهد غير اخلاقي في المسلسل الذي تشاهده، ابي المفقود من 10 سنين. كل مرة بشوف الميم ده بضحك. مان 900 لايك ويستحق. فيري جود ميم، يعني بالنسبة بتاع 5 6 ميمز بينزلوا في اليوم على الجروب، تحياتي.
وبس اعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجه عندي للفيديو ده. اتمنى يكون الفيديوهات الميميه دي بتعجبكم. لو انتوا عايزين تشوفوا ميمز ثانيه وعايزين تعملوا ميمز، زي ما قلت الرابط بتاع الجروب موجود في الوصف بتاع الفيديو. وغير عن كده شكرا على تابعتكم ووصلكم لنهايه الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتتفرجوا على الفيديوهات الثانيه اللي انا بعملها، فيديوهات الميمز دي اضافيه على الكلام على الافلام والمسلسلات اللي بعملها في القناه. فتاكد ان انتوا تروحوا تشوفوا الفيديوهات دي، تشوفوا قناتي على قد ما تقدروا. وشكرا على تابعتكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.